الإدمان أكيد من أقعد كده أفكر كده، أكيد من 10 20 30 سنة كان في مذيعين برضو بتتكلم عن فكرة الإدمان اللي موجود في المجتمع وإزاي نتعامل معاه. لكن بتطور العصر كمان أعتقد إن موضوع الإدمان ده بيتطور، مهما كان العلاج بيتطور لكن المدمنين كمان وأنواع الإدمان بتكتر أكتر، ويمكن الظروف الاقتصادية، ظروف نفسية، ظروف ما، الموضوع بيكتر كتير جدا، وبنسمع عن كلمة الإدمان دي كتير جدا. النهاردة يمكن مش هنتكلم بقى عن أنواع الإدمان المختلفة اللي ممكن نكون اتكلمنا عنها في أوقات قبل كده، لكن عايزين نتكلم عن التأهيل النفسي للمدمن، إزاي أن الشخص المدمن يرجع إنسان يعيش ويتعايش في المجتمع اللي هو فيه، بل بالأكتر أنه هو يكون إنسان منتج وإنسان مؤثر في المجتمع اللي هو فيه بالإيجاب. بالتأكيد ده محتاج تأهيل نفسي وتأهيل نفسي متخصص عشان يقدر يوصل للمرحلة اللي أنا بكلم حضراتكم عليها دي، إن هو يصبح بعد كده إنسان عادي، بل بالأكتر كمان إن بنشوف ناس كتير منهم بيبقوا أشخاص غير عاديين، بيبقوا أشخاص كفء جدا في مجالات كتيرة، بيبقوا ناس مؤثرين جدا في المجتمع اللي هم فيه بشكل كبير جدا وبشكل عظيم، وبنسمع عن قصص نجاح عجيبة وغريبة من مدمنين قدروا ينتصروا على مرحلة الإدمان. النهاردة نتكلم عن التأهيل النفسي للمدمن، لكن الحقيقة قبل ما أدخل في الموضوع وقبل ما أرحب بضيفي، حابب يعني أقول لكل مؤسسة أو كل هيئة بتقوم بالمساعدة في فكرة علاج الإدمان، يعني ربنا يديهم أكتر ويساعدهم أكتر، لأن ده عمل عظيم بيقوموا به للمجتمع اللي هم عايشين فيه. من ضمن هذه المؤسسات أو هذه الهيئات الحقيقة هي أسقفية الشباب، بجوار كل اللي بتعمله أسقفية الشباب من خدمات من أول الطفل الصغير لحد المسنين لما يكبروا، مهرجان الكرازة والمهرجانات المختلفة والتشجيعات المختلفة، فهي كمان بتساهم في المجتمع بشكل فعال في علاج الإدمان بالمجان، ودي نحط تحتيها 100,000 خط. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ صفوت سامي، مكرس بأسقفية الشباب ومتخصص في علاج الإدمان، وهلا تاني بالمجان. أهلا بك أستاذ صفوت. أهلا وسهلا أستاذ، منورنا. شكرا شكرا. في البداية لو حضرتك تبسط لنا كده الأمور، إيه هو العلاج النفسي لي أو التأهيل النفسي للمدمن؟ علاج الإدمان، في التأهيل الإدمان دايما بيسيب سلوكيات سلبية عند الشخص. الإدمان بيغير سلوكيات الشخص، الإدمان بيخليه يتعلم ويكتسب صفات غلط. يعني ممكن مثلا الشخص المدمن دوت قبل الإدمان تلاقيه كويس محترم مطيع، بيروح الكنيسة، بيصلي، بيتناول، بيعترف، حياته ماشيه كويسه. بعد ما يخش في سكه الادمان تلاقيه ابتدى بقى ايه، يوصل لدرجات تغيير السلوك وتغيير الفكر وتغيير الاخلاقيات اللي كانت عنده. فالولد اللي كان امين بقى حرامي، الولد اللي كان بيصلي ما بقاش يصلي، الولد اللي كان بيقول حاضر يا ماما وتحت امرك يا ماما ويزعق في وش ماما ويزعق في وش بابا، بعد ما كان امين في كل حاجه ابتدى يمد ايده في البيت، ابتدى مثلا ينصب على الناس بره، ابتدى يكذب، ابتدى يعمل علاقات غلط اذا كانت جنسيه او غير جنسيه، غيريه او مثليه. أيوة. يبتدى مثلا الفاظ، يبتدي يتعلم الفاظ وشتايم وحاجات ما يطلقش ان هو يعملها. يبتدي مثلا بيأذي ناس وما يفرقش هو بيأذي بايه والضرر اللي هيحصل ايه. فكل التغيرات السلوكيه دي لازم تتعدل. طب تتعدل ازاي بقى؟ فبنعمل حاجه اسمها برنامج تاهيلي. عايز اقول حاجه، ان علاج الادمان مش بالادويه. علاج الادمان بينقسم 3 مراحل. أول مرحلة اللي هي أعراض الانسحاب، اللي هي دي بتقعد من أسبوع لعشر أيام. تمام. دي المرحلة الوحيدة اللي بياخد فيها أدوية. ياكل ويشرب وياخد أدوية وبس. بعد كده خش على البرنامج التأهيلي. برامج التأهيلية دي برامج معروفة في مجال علاج الإدمان في المراكز كلها في العالم، اللي هي الخطوات اللي احنا في كذا برنامج فيه. يعني في البرنامج ال 12 خطوة، في البرنامج المعرفي السلوكي، في العلاج بالعمل، العلاج بالدين، العلاج بالنشاط، حاجات كتيرة قوي. فيبتدي الولد بعد ما يخلص اعراض الانسحاب السبع ايام او 10 ايام يخش على التاهيل. التاهيل عباره عن ايه بقى؟ تاهيل نفسي، سلوكي، اخلاقي، فكري، روحي. يعني هو بعد ما خلص مرحله الانسحاب دي يدخل، ممكن يدخل على طول في مرحله التاهيل النفسي؟ دي بقى اللي ما بياخدش فيها ادويه خالص. كل العلاج فيها علاج جمعي، الجروب ثيرابي. كل المدمنين كده بيقعدوا مع بعض في قاعه
ومعاهم مشرف من المشرفين، وكل جروب ليه مواضيعه وليه السيستم بتاعه. تمام. لكن مفيش أدوية خالص في فترة التأهيل. التأهيل ده بياخد من 3 شهور ل6 شهور. تمام. عمتا. والتأهيل ده يعني ده حاجة متعارف عليها، التأهيل النفسي ده في كل المراكز طبعا. طبعا معروف في كل مستوى العالم مش في مصر بس. لأن دي برامج حاطينها ناس اسمهم المدمنين المجهولين، بيسموا نفسهم الـ NE، فهم اللي حطوا برامج لعلاج الإدمان، نجحت معاهم فابتدوا ينشروها، ابتدت تتعرف على مستوى العالم، ابتدت تطبق في كل أنحاء العالم، ليها كتب وليها أساليب وليها تدريبات معينة بيتدرب عليها المشرف عشان يوصل لدرجة. جوه المركز الولد بقى بيتعدل سلوكه وبيطبق السلوك الجديد. تمام. بس في نقطة حضرتك في المسألة العلاجية في الأول ومسألة الانسحاب حددت مدة، قلت في إطار 10 أيام هيبقى في أعراض انسحاب، لكن التأهيل النفسي هل ممكن نحط له مدة ولا بيختلف من شخص للتاني؟ لا، ما هو من 3 لـ6 شهور ثابت حسب المراكز. احنا عندنا في المركز بنطبق البرنامج الثلاث شهور، في مراكز ثانية بتطبق 6، في مراكز ثانية ممكن تطبق 9، لكن الغالب ان المدمن بيستثقل الفترة الطويلة، ما بيستحملش ان يقعد. فاحنا عاملين برنامج 12، برنامج العلاج عندنا 3 شهور، بحيث ان احنا في 3 شهور نديله الجزء الاساسي في العلاج، وبعد ما بيخلص بيخرج بقى يطبق بره، غير ان هو بيتابع على طول. دي المرحله الثالثه. قلنا المرحله الاولى سحب المخدر، الثانيه التاهيل، الثالثه المتابعه. يعني هو لما بيجي المدمن اللي حضرتك ممكن خلال 3 شهور يبقى نقدر نقول عليه متعافي؟ بص، عمليه ان هو متعافي صح، لكن عايز اعرف ان مرض الادمان مرض مزمن. يعني انا هتعافى منه لكن قابل ان انا انتكس في اي وقت. بنشبه مرض الادمان زي مرض السكر. ايوه. انا لو مشيت على تعليمات الطبيب اللي انا بروح له، ومشيت على المدمن ما ومش على التعليمات اللي هو اتعلمها جوه المركز والمشرف بتاعه بيقول له عليها، مش هينتكس. لو وقع حاجه او لغى حاجه او نسي حاجه من الحاجات اللي هو اتعلمها ينتكس ويرجع يعيد تاني. يعني هو الادمان ده حاجه بيتعايش بيها الانسان طول عمره. تمام. لان انا ممكن مثلا ابطل 1، 2، 5، 10، ممكن في اي موقف اي سبب ممكن انتكس وابتدي ارجع اعيد البرنامج من تاني. ممكن مجرد مثلا رحت فرح ولقيتهم برافو عليك صح، بياخدوا مخدر ولا حاجه واشتقت للموضوع خلاص الموضوع. احنا بقى في البرنامج بنعلم المدمن ايه بقى؟ ازاي تشوف المخدر قدامك، لان احنا مش هنقدر نمنع المخدرات من العالم طبعا، او من الدنيا او من الشوارع او في البيوت. مش هنقدر نمنعها، بس احنا بنعلم الشخص ان ازاي تشوف المخدر قدامك وازاي تقول لا. يعني الفتره اللي بيقعدها المدمن جوه المركز بيتعلم كلمه واحده، كلمه لا. اروح فرح الاقي مخدرات اقول لا، اقابل ناس اصحابي في الشغل يقولوا لي خد اقول لهم لا، اقابل ناس على القهوه مثلا يقولوا لي خد اقول لهم لا. فاحنا كل الفتره دي بيتعلم، غير ان هو بقى بيبتدي يطبق اللي هو اتعلمه في الشارع. من ضمن الحاجات اللي بنعلمها له في 5 حاجات يقول لهم لا، اللي هي الاشخاص اللي انا كنت بشرب معاهم او لهم سلبيات في حياتي، الاماكن اللي كنت بشرب فيها ما اروحهاش، المناسبات زي الفتره اللي احنا فيها ديت، المناسبات بتبقى صعبه جدا. اذا كان فرح او ميت او خطوبه او عيد ميلاد، الاشياء اشياء مثلا منظر في التلفزيون، ازاي نقول له مثلا لما تشوف منظر في التلفزيون فيه مخدرات ازاي ما تتشعوس، ازاي الفكره ما تلعبش في دماغك. واخر واحده اوقات الفراغ، ازاي استثمر وقتي الفاضي، لان احنا عندنا قاعده في العلاج الادمان، مدمن في وحده مدمن في خطر. واعتقد ان دي كمان قاعده عامه مع الناس كلها. الفراغ، العقل الفارغ معمل للشيطان. فاي انسان بيبقى عنده فراغ الشيطان بيبتدي يلعب في الحته دي. طب خطوات التاهيل النفسي هل ممكن لو حضرتك تدينا فكر عنها اثناء يعني اثناء المدمن ما بعد اعراض الانسحاب، الفتره الثلاث شهور دول هل بيعمل ايه عشان يقدر يوصل الفكر ده او فكره تغيير الذهن او تغيير الفكر اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ اللي بيحصل عندنا ان في 5 جلسات علاجيه في المكان. علاج الادمان هو علاج جمعي، ما ينفعش في علاج فردي طبعا. بس في علاج فردي حالات بتبقى محتاجه، لكن العلاج الاساسي هو العلاج الجمعي. العلاج الجمعي ده عباره عن كل يوم بيبقى عندنا 5 جلسات علاجيه. في جلستين ليهم كتب، الكتاب الازرق والكتاب اسمه التامل. ده كل يوم لازم يتعملوا الكتابين دول. الكتاب الازرق ده 12 خطوه اللي هو ازاي المدمن بيطبقهم. يعني ايه خطوات معينه اعيشها. تمام. وبعد كده التامل ده ربنا بعت لنا رساله النهارده على لسان ناس مدمنين، ازاي نتامل ونشوف احنا فين.
في برنامج تانية جلسة تانية اللي هي تعديل السلوك. ازاي انت داخل مثلا جاي المركز مثلا سلوكياتك كلها مش كويسة، بتسرق وبتنصب وبتزني وبتقتل وجاحد مع اهلك وقليل الذوق وقليل الادب ومش بتعرف تقول حاضر، خلاص سلوكك داير. تعديل السلوك ده بيغير لك السلوك. نمسك السلوك السلبي اللي حصل لك ونبتدي نفصصه ونتكلم عنه، تخرج من الجلسه خلاص السلوك ده اتغير، انا اقتنعت، شفت، ابتدي بقى اطبق جوه المركز. غير بقى ان كل يوم برضك في جروب روحي، لان احنا عندنا قاعده ان بدون المسيح مفيش تبطيل. تمام، انا هسال حضرتك وازاي المدمن يتصالح مع المجتمع وازاي يرجع شخص مؤثر في المجتمع، لكن معايا اتصال تليفوني، معايا استاذ مسعد احد المدمنين المتعافين. استاذ مسعد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا في صباح النور، وتقول لي اهميه التاهيل النفسي للمدمن وازاي فرق معاك. هو ما فيش مدمن ما ينفعش من غير تأهيل نفسي. بص انا مش سامعك كويس. بقول لحضرتك ما فيش مدمن ينفع يتعالج من غير تأهيل نفسي. تمام. مفيش. هو العلاج مش في البرشامتين اللي بياخدهم في الانتحار. دي قصة ودي قصة تانية خالص. تمام. ايه المشاكل اللي ممكن تقابل المتعافي بعد ما يرجع للشارع مرة أخرى؟ لا، هو المدمن المتعافي على فكره بيعيش، لو عايز يبطل يعيش بطريقه احسن من اي حد. صحيح. يعني ما يكذبش، ما يسرقش، بياخد شويه مبادئ يمشي بيهم، ان مشي بيهم هو بطل، ان عرف يعدل سلوكه هو بطل. هي القصه مش هو اللي ويجي يقعد ثلاث اشهر، هي القصه مش كده، هي القصه ان هو يفهم هو بيعمل ايه. صحيح. برضه حد او يفهم ان هو جاي هنا يعدل سلوكه، لو عرف يعدل سلوكه دي حقيقه انا بكلمك بامانه، لو عرف فعلا يعدل سلوكه هو بطل. انت بتقول لي يا استاذ مسعد لو عرف، هو الامر الموضوع بيبقى صعب ان هو يعدل سلوكه؟ الموضوع صعب جدا، هو اللي بيبطل بيبقى اصعب من اللي عايش عيشه طبيعيه. ليه؟ لانه هو انت ما اشتغلش على امانته ويرجع يضرب ثاني. ايوه. فرقت معاه ايه؟ صحيح. أنا بشكرك أستاذ مسعد أحد المدمنين المتعافين، بشكرك على مشاركتك معنا النهاردة في صباح النور. أستاذ صفوت، كنت بسأل حضرتك يعني فكرة أن المدمن لما يرجع للمجتمع تاني، واللي كنت بسألها الأستاذ مسعد إزاي يرجع يتصالح مع المجتمع ده، في ناس في العيلة وفي الأسرة وغالبا في الدوائر القريبة منه سرقهم وشتمهم وأذاهم نفسيا وعمل لهم مشاكل ويمكن راح معهم إقسام وحاجات كده كتيرة جدا، إزاي الشخص ده يرجع للمجتمع تاني يتصالح معاه، وإزاي يكون في قبول من الأسرة ومن الدائرة المحيطة؟ في قاعدة عندنا في علاج الإدمان بتقول لك اتغير تغير. أنا اتغيرت، الناس اللي حواليا تتغير. إيه التغيير اللي حصل لي؟ إن أنا اتغير سلوكي، اتغير طريقة كلامي، اتغير طريقة تعاملاتي مع بابا وماما، مع مراتي، مع أولادي. عشان كده أثناء الإنسان ما بيكون جوه المركز بيقضي النص الأولاني من الفترة إن أهله هم اللي يجوله زيارات كل أسبوع. النص التاني من المدة هو اللي بينزل لهم أجازات كل أسبوع. وهم يقولوا لنا بقى ايه هو عمل ايه، قابلوه ازاي، قعد ازاي، كلم مين، راح فين في الشارع، قابل مين. فاللي بيتعلمه بينزل يطبقه. دي نقطه مهمه جدا، لان لو انت اتعلمت وما طبقتش بره اللي انت اتعلمته هترجع تنتكس تاني. غير ان في عندنا برضك جلسات علاجيه للاهالي. جلسات علاجيه للاهالي، لازم الاسره قبل ما المريض بتاعهم يخرج لازم بييجوا نعمل لهم حاجه اسمها العلاج الاسري. بنجيب كل الاباء والامهات والزوجات ونبتدي نكلمهم، ايه هو مرض الادمان؟ انتوا دوركم ايه في المرض؟ الاسباب اللي خليته عمل كده؟ ليه ما كنتوش عارفين تتعاملوا معاه؟ طب دلوقتي هو خلاص دلوقتي ابتدى يتعافى، طب نعمل ايه؟ اعملوا واحد اتنين تلاته، ازاي تتعاملوا معاه؟ طب لو انا زوجه مثلا وشكيت في جوزي، طب اعمل معاه ايه؟ لا، بنعلمها ازاي لما تشكي تعملي ايه؟ وازاي تتاكدي؟ بيبقى في قبول ان الناس تتعلم، ويعني المدمن عايز يتعلم او عايز، لان هو عايز يتخلص من الكابوس اللي هو فيه، لكن الاسره اكتر ناس مضرورين من المدمن في كل حاجه، معنويا وجسديا وماديا طبعا واجتماعيا وحاجات كتيره قوي. يعني عايز اقول لحضرتك ان في مدمنين وصلوا البيت بتاعهم انه ما فيهوش اي حاجه في البيت خالص، لا سرير ولا كنبه ولا كرسي ولا اي حاجه. لدرجه اقول لك الخلاطات بتاعت الحوض
البيبان ممكن يكون باعها اتداين بفلوس كتيره جدا. طب هنعمل ايه بقى؟ نبتدي بقى احنا ناهله ازاي تطلع بره تتعامل في المجتمع وتبتدي تعمل تعويضات. التعويضات دي اولا الناس اللي انت اذيتهم، انت لسه حضرتك بتقول لي واحد سرقه، طب انا سرقت ماما، سرقت ابونا، سرقت الخادم الفلاني، سرقت واحد بقال في الشارع، طب اعمل ايه؟ لازم اعمل له تعويض. الاول بنعمل المدمن يعمل جرد، يكتب كل الناس اللي هو اضرهم واذاهم، وبعد كده يبتدي بقى يشوف كل واحد اللي سرقه منه ويعوضه له. اجي مثلا لحضرتك اقول لك انا فاكر في اليوم الفلاني لما كنت قاعد معاك والموبايل بتاعك ضاع انا اللي سرقته. انا جاي بعترف لك وانا تحت امرك في اللي انت عايزه. فانت بقى يا اما تقول انا عايز ثمنه ودي ضعيفه جدا او قليله قوي لما حد بيطلب، الثانيه تقول انا خلاص سامحتك ما دام انت بقيت كويس وتعالجت انا مش عايز منك حاجه. فلازم اعمل كده. فدي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بقى ان هو بيتصالح مع المجتمع مره تانية. غير ان احنا بننزله كل اسبوع فبينزل وبيرجع يقول هو عمل ايه، حس بايه، يتكلم مع مين. لو واحد مثلا صاحبي قابلني من اللي كنت بشرب معاهم، طب عملت معاه ايه، وقفت معاه قد ايه، ممنوع انك تقف معاه. ليه؟ لانك لو وقفت معاه دقايق ممكن يقنعك انك تشرب تاني. فعشان كده قبل ما ينزل بيعمل حاجه اسمها خطه اجازه، وبعد ما بيرجع يدي تقرير عن الاجازه اللي هو عمل. غير ان احنا على متابعه كامله مع الاسره، يعني هو بيرجع يقول انا عملت 1 2 3، تتصل مراته برضك بالمشرف تقول له لا هو عمل 1 2 3، نقارن الاثنين ببعض. ولما بيرجع بنعمل له بقى تحليل لو احنا شاكين فيه. ازاي هو بيقدر يعني ينسلخ انجاز التعبير من اصحاب السوء اللي معاه في المنطقه واللي كان بيقف مع الناس يا واد مش عارف ايه وبتاع ايه وبيتكلموا بعضهم باسلوب معين، ازاي مره واحده اللي بقى واخد جنب وطالع البيت وساكت ونزل وبتاع انت هتعمل فيها مش عارف ايه، ما تيجي ده يضرب السيجاره دي يا عم مش هتدفع فلوسها، ازاي هو بيقدر ينسلخ من الجو ده؟ ده بقى اللي بتعلمه جوه المركز. انك لو شفت صاحبك تعمل ايه؟ دايما بقول له كده لازم تقطع علاقتك بالاشخاص خالص. انا لسه باقي لحضرتك اللي هو الخمس حاجات اللي يقول لهم لا، اهم عنصر هو الاشخاص. ابقى ماشي في الشارع صباح الخير مساء الخير ولا كاني شايفهم. حد عايز يقف معايا معلش انا مستعجل ومش هقدر اقف انا رايح مشوار، طب تعالى اقعد معانا على القهوه، طب تعالى اسف الحمد لله انا تبت وربنا عالجني فانا مش هقدر اقعد معاكم، ممنوع ان انا اقعد معاكم. لان لو وقف معايا دقايق هيقدر ياثر ممكن يضعف. اول مره ممكن يتماسك بنسبه 60%، تاني مره تبقى 30، رابع مره تبقى زيرو مش هقدر. لان المدمن بيضعف قدام المخدرات. تمام. لان هي بالنسبه له حاجه يعني جميله بتبسطني بتخليني رايق بتخليني مش دريان بالمشاكل بتخليني مش فارق معايا مشاكل. ومع العلم ان هو حتى لما يبطلها ما نسيش حلاوتها او تاثيرها. صحيح. زي مريض السكر اتمنع عن الحلويات، لكن هل نسي طعم الحلويات؟ لا. هل نسي ان هي بتبسطه؟ لا. هو مرض الادمان كده. بس اللي بيتعلمه لما نقول لكل مريض السكر يقول لك انا بحبها بس ما اقدرش اكل. هو مريض الادمان كده، انا بحب المخدرات بس مش عايز اخدها. انا بضعف قدامها لكن هقاومها. طب اقاومها ازاي بقى؟ اللي انا اتعلمته جوه المكان. هو ده اللي بيحصل معايا، ان انا اتعلمت ازاي اتعامل مع الاشخاص، الاماكن، مثلا منظر في التلفزيون. من الحاجات اللي ممكن تتعب المدمن ان انا لو شفت منظر فيه شرب مخدرات او تعامل مخدرات ممكن اضعف، لا ما تتفرجش. لما تلاقي منظر زي كده اقلب بسرعه. تمام. استاذ صفوت، يعني انا مش عارف طبعا، انا جيت عند حضرتك المركز قبل كده وبس، انا مش عارف هم لما بيناموا مع بعض او يقعدوا مع بعض لو ممكن بعيد عن حضرتك او بعيد عن الخدام اللي موجودين، هل ممكن حد فيهم ينشر فكرة أو يعني تروح سايدة مع الموجودين نرجع تاني أو يقعد يفكروا بعض مثلا بالمخدر، ولا ده ما بيحصلش؟ من نبه على المدمن أساسيا جوه المركز إن ممنوع أي كلام سلبي في مخدرات أو جنس، ممنوع تتكلم في الحاجات دي خالص. صحيح. أنت بتخرج دخلت الجروب خرجت اتكلم في الجروب، اتكلم في اللي حصل في الجروب، اتكلم في الفكرة بتاعت الجروب. لما واحد بيشوف مثلا كلام سلبي لا الحق بسرعه روح للمشرف وقول له انه فلان بيتكلم مثلا عن ذكرياته وعن مغامراته وعن المخدرات وكان بيعمل ايه، ممنوع الكلام ده خالص. لان مجرد الكلام
ممكن يلعب الفكره في دماغي، ممكن يخليني اقرر ان انا امشي. صحيح، فده ممنوع. ما انا قصدي كده بقى ان الكلام بيجيب بعضه، بيحكي عن خبرات حصلت معايا زي ما حضرتك كانت بتقول، فتبتدي الفكره ممكن تلعب في دماغ الباقيين. ما عشان كده ممنوع بقى الكلام السلبي خالص. حتى لو في كلام سلبي في التلفزيون او احنا قاعدين قاعده مع بعض، لما بتعرف ان في شخص بيتكلم كلام سلبي بيتنبه عليه مره واتنين، التالته بيتعاقب. ليه؟ لانك ممنوع تتكلم كلام سلبي. لان كلامك السلبي انت بتتكلم وخلاص، بس هدفك ايه من الكلام السلبي؟ طب ايه الاضرار اللي ممكن تعود عليه؟ لا، بنقول له ممنوع خالص. لو هو قرر في اي وقت ان هو يسيب المركز ويمشي بعد يومين بعد ثلاثه، خاصه في مرحله اعراض الانسحاب، حضرتك بيبقى رد فعلك ايه؟ ان هو يمشي ولا لا ممكن يكون في نوع من الاجبار ان هو يقعد؟ احنا عندنا القاعده الاساسيه ان احنا ما بناخدش حد غصب عنه. لازم المريض هو اللي يقرر، وهو اللي يكلمني، هو اللي يقول انا موافق ان اقعد المده كلها. لكن اي حد بيخش غصب عنه، لا، نسبه النجاح ضعيفه جدا. لما بيجي مدمن مثلا انه قعد اسبوع مثلا بتاع اعراض الانسحاب، احيانا بيجي له كده فكره غرور، الله، طب ما انا قعدت اهو 7 ايام وكويس وعمري ما قعدتهم بره، طب ما انا اكمل بقى بره. ايوه، لما بيحصل حاجه زي كده، اولا اخواته اللي في المركز بيتكلموا معاه، يقولوا على فكره احنا عملنا الطريقه دي وجات لنا الافكار دي قبل كده وعملنا وانتكسنا. كنا يعني المدمن عنده شويه غرور او شويه ثقه زياده بالنفس يعني. فاللي انت بتقوله ده مش هيحصل، مش هتبطل بره، لان مفيش تبطيل في الشارع، مفيش تبطيل في البيت. واعراض الانسحاب دي مش علاج، اي اعراض الانسحاب دي ممكن اي حد يعملها في اي مكان. لان عباره عن ادويه تخليني نايم ومفيش وجع. لكن ان انا بعد اعراض الانسحاب اخرج واكمل، لا، حضرت تلت البرنامج بردك مش كافي، تلتين بردك مش كافي، لازم البرنامج كله، لان هي فكره على بعضها، برنامج على بعض. فلما بيجي له الفكره اخواته بيكلموه، ما نجحش المشرفين يكلموه، ما نجحش انا بكلمه. نكلم الاب الكائن بتاعه، نكلم اسرته، في الاخر خالص القرار ليه هو. و99% باللي بيعملوا كده بعد ما بيخرج بكام يوم تلاقيه بيتصل لك، انا عايز ارجع تاني، يقول لك انا ندمان، انا كلامكم طلع صح. لان هو لسه ما تاهلش، لان علاج الادمان مش ادويه، تاهيل، تغيير سلوك. صحيح. عادات، افكار، طرق كلام، حاجات امنحها في حياتي، حاجات اكتسبها تاني في حياتي، كنت بعيد عن ربنا لازم ابقى ليه علاقه مع ربنا. فالحاجات دي هي اللي لازم المدمن بيتعلمها يعني. صحيح. احنا عندنا شويه مشكله يمكن ربما في الثقافه عن المدمن، فمش بنعرف نتعامل معاه. شوف حضرتك يعني اهميه ان احنا كمجتمع يكون عندنا درايه بالموضوع، يمكن ربما الدراما قربت الموضوع شويه، خاصه الدراما اللي جابت الموضوع الادمان بشكل مفيد زي تحت السيطره. تحت سيطره نيلي كريم كانت جايباه كانت اول مره نشوف مسلسل مخصوص عن الادمان بشكل شيق وجميل وبعيده عن فكره ان المدمن وحش فاللي بيجي في الافلام. زي كلنا كمجتمع يكون عندنا هذا الفكر، يعني انا لو عندي شركه وعندي واحد كان مدمن ومشي بهذا الشكل، هل لو اتقدم لي تاني بعد ما بقى كويس هل اقبله ما اقبلوش؟ يعني حضرتك تنصحنا بايه وازاي نعرف اكتر؟ وللاسف المجتمع يعني مأذي جامد جدا من الادمان والمخدرات وتجاره المخدرات ونسبه المدمنين اللي عماله تزيد. طبعا المجتمع مأذي جامد جدا، يعني حضرتك كل العمليات الارهابيه او كل العمليات اللي هي خطف بنات وخطف اطفال وخطف رجاله وحاجات دي كلها، مش ممكن اي حد ما بيشربش مخدرات يعملها. لكن ليه بيعملوا كده؟ 99% اللي بيعمل كده مدمنين. حتى تلاحظ كمان لما بتحصل اي عمليه ارهابيه او اكتشاف مكان ارهابي في سيناء تلاقي فيه مخدرات. مفيش مكان في مره من المرات ما لقوش مخدرات. لان ازاي انا هعمل الحاجه دي وانا مش مدمن؟ لان المدمن بما معناه مغيب، مش فارق معاه الاحساس الجسدي والنفسي والحاجات دي كلها، هو راجل ما بيفكرش غير في حاجه واحده او في حاجتين، ازاي اجيب المخدر وازاي اشربه، او ازاي اجيب الفلوس وازاي اشتري المخدر. دي اللي بتشغل دماغه طول اليوم، ازاي اشبع رغبتي. بيت مش مهم، اب وام مش مهم، شغل مش عايز، علاقه مع ربنا مش فارقه معايا، علاقات الاسر مش فارقه معايا، انا يا جماعه شغلتي الوحيده ان انا ادور على المخدر وازاي اخد المخدر. فالمجتمع مأذي، كل اللي بيحصل دوت. حوادث العربيات والقطارات، القطارات يعني كانوا جايبين قريب في قطر ناس فيديو
جوه الكابينه بتاعت القياده وبيشربوا مخدرات. سواقين النقل التقيل، الاتوبيسات، الميكروباصات، التكاتك، نسبه الادمان فيهم عاليه جدا، وهي دي اللي بسبب الحوادث. لسه في مقطوره ضرب 10 عربيات على طريق السويس، اعتقد ان هو يعني لو دققوا هيطلع برضو الفكره، برضو فكره المخدر ان هو السواق المقطوره بيبقى سايق وعينين فتاحه بس هو مش واخد باله من حاجه. يعني لو دخلنا فيها هنفصصها هتلاقي فيها مشاكل كتيره جدا. ليه سواق العربيه الكبيره دي عمل الحادثه دي؟ لان واخد مخدر، المخدر بيفقد الانسان تقدير المسافات، تقدير الموقف، انا هعمل ايه؟ انا ليا 3 ايام ما بنامش، 4 ايام ما بنامش، لان المخدر بيخليني اعمل كده. فالمجتمع طبعا مأذي جامد جدا، واكتر الناس المأذيه هي اسره المدمن نفسه. مأذيه جامد جدا. طيب. بعد ما كنا عايشين في مستوى كويس وعيالي في مدارس خاصه وبروح الكنيسه وبنصلي، فجاه كل ده راح. الشقه، حتى الشقه ممكن اكون بعتها عشان اخد شقه اقل واخدها مده معينه. بعد ما العيال كانوا في مدارس خاصه خرجتهم ودخلتهم مدارس حكومه، بعد ما كانوا عايشين في مستوى طبعا حياته بتتدمر، ومش حياته هو بس، يعني لو جت على حياته هو بس يعني اتس اوكي، يعني بتدمر حياه عيله كلها. هو مش فارقه معايا. يعني هو كل حاجه بايظه قدامه ولا تفرق معايا، انا مش شايف كده. البيت ما فيهوش اكل، ما فيهوش شرب، ما فيهوش. ايه اللي بيخليه يوصل لمرحله ان ممكن فكره التبطيل دي تنور قدام عينيه ويقول لا انا هروح لاستاذ صفوت وخلاص، يعني احجز نفسي عشان ابطل؟ هي امتى وازاي ما نعرفش، بس هي الدائم عند المدمن يقول لك انا مش هبطل مخدرات غير لما اجيب قاعه. القاعه ده عباره عن قاعه نفسي، اجتماعي، روحي، فكري، خلاص انا خسرت كل حاجه. وخلاص وصلت لدرجه ان انا بعمل حاجات انا ما كنتش راضي عنها. فجاه كده تجيله صحوه فكريه كده يقول خلاص بقى انا هروح. لكن لو قعدنا قدامه وحبينا نقنعه، لا، هو لازم هو اللي يقرر. هو اللي يطلب بنفسه. بس امتى دي ما نعرفش. طب ما هو ازاي الاسره تتعامل معاه في مرحله ان هو وهو مدمن وهو مش سامع لاي حد؟ بص، يعني التعامل معاه ازاي دي بتفرق من اسره لاسره. هل احنا مأذين منه؟ في اسره مثلا زوجه مثلا تقول لي انا هاخد العيال وامشي، ده احد الاسلحه ممكن تخليه يرجع ويبطل. اسره تانية مثلا واحد راح دخل السجن او اتحبس بسبب المخدرات، يقول لك انا خلاص هطلع مش هشرب. او حد مات قدامه بسبب الموضوع. عايز بقى اقول لحضرتك، في الفتره اللي فاتت دي ابتدت تظهر مجموعه مخدرات جديده. ايوه. يعني عايز اقول لك 80 او 90% بتسبب الوفاه. مش عايزين نقول اسماء يعني، لكن بتسبب الوفاه، وانا عارف ان هي بتعمل كيدز، لكن برضك باخدها. ما تفرقش معايا. طب احنا عندنا برضو اصل وقت خلص، بس عندي كده كام سؤال. في دلوقتي بعض الثقافات ان هي مش في حاجات مش بيعتبروها ادمان، يعني خاصه اللي داخله في نطاق الادويه، يقول لك اصل انا عشان ظهر وجعني مثلا او بتاع. يعني ابو اسماعيل مثلا اللي هو لو نفتكره، ما اتظبط معاه شريط ترامادول، قال لك عشان ظهري وجعني. فبقت الفكره فكره ايه يعني؟ لا، دي ادويه مش تعمل مشاكل. المدمن دايما بيبسط الدنيا ويقول لك ان هي مش مشكله يعني. لكن بص، عشان نقدر نقول الشخص انت عايز اقول حاجه في الاول، ان مفيش حد مش مدمن، مفيش انسان ما عندوش نوع ادمان. تمام. اذا كان سلبي او ايجابي. تمام. في ادمان عادات، في ممكن واحد يدمن الشغل نفسه، في شاي نسكافيه، الحاجات دي كلها. صحيح. فعشان تقدر تقول نفسك انت مدمن الحاجه دي، في 3 حاجات. اول حاجه، في ماده او عاده بعملها. الماده والعاده دي اللي بعملها بتسبب لي سعاده. ايوه. خليني مبسوط. الماده دي اللي بتسبب لي سعاده، لو غابت عني وببقى مشغول بيها يبقى انا مدمن. يا ساتر. يعني مثلا واحد كوبايه الشاي الصبح، لو هو صايم انقطاعي بيبقى مشغول ومتضايق عايز كوبايه الشاي. صحيح. اول ما اشربها الاقي نفسي رقت. او القهوه او نسكافيه او نسكافيه، الحاجات دي كلها. فهم 3 شروط، في ماده او عاده بتسبب سعاده، الحاجه دي لو غابت عني ببقى مشغول بيها وبدور عليها، هو ده الادمان. تمام. رساله اخيره حضرتك تحب توجهها لنا كمجتمع، يعني حضرتك اكيد المدمنين ممكن ما يكونوش مهتم ان هو يشوفنا، لكن كمجتمع ازاي ننظر للادمان، وشايف ازاي وجهه نظرك الموضوع ممكن يقل في الفتره اللي جايه؟ عايز اقول ان احنا قدامنا حرب جامده جدا جدا وصعبه وبتزيد في المخدرات. هي. وابتدت المخدرات تدخل جوه الاماكن العباده، جوه الكنائس وفي اماكن كتيره يعني. عندنا قاعده ان الوقايه ارخص من العلاج. الوقايه ارخص من العلاج. احنا عندنا للاسف ما عندناش توعيه كافيه. ما عندناش توعيه للمخدومين الصغيرين والكبار. أيوة. فلازم نبتدي بقى نعمل صحوه كده، ونبتدي الكنيسه تتبنى نهضه
توعيه كامله للمخدرات بكل انواعها. كمان ان احنا الاسر لازم يكون عندهم وعي. الاسر ما تعرفش، انا ممكن يبقى يعني لو كلمنا اي مدمن تساله اهلك او اسرتك عرفت بعد قد ايه انك انت مدمن؟ يقول لك 5 سنين سبع سنين 10. طب الفتره دي كلها فين؟ داخل وخارج عليا وانا مش عارف. الحاجات بتنقص في البيت وانا مش عارف. فلازم الاسر برضك لازم البنات لما تيجي ترتبط، ودي انا بتمنى ان هي تحصل، انك اعملي تحليل مخدرات لخطيبك، لان لما تروح حضرتك عند المجلس الملي او الاماكن اللي هي بتاعت الشؤون الاجتماعيه ديت في الكنيسه تلاقي عشرات ومئات الناس في سن صغير طالبه الطلاق. ليه؟ اكتشفت ان جوزي يشرب مخدرات. فبتعمل ايه؟ لا انا مش هعمل، مش هعيش معاك. وممكن تكون في علاقه عاطفيه جامده، لكن المخدرات بتمسح كل حاجه. صحيح. فاتمنى ان برضك احنا عايز اقول ان المركز عندنا فاتح ايديه لاي حد مجانا بدون اي مقابل خالص في سريه تامه. واحنا بندعو مشاهدينا اللي مش عارف يوصل لاستاذ صفوت يوصل لنا، واحنا نوصله باستاذ صفوت، او يوصل طبعا لاسقفيه الشباب، اسقفيه الشباب توصله. استاذ صفوت سامي مقرب باسقفيه الشباب متخصص في علاج الادمان بالمجان، بشكرك جدا وربنا يبارك خدمتك، وبشكر اسقفيه الشباب على الخدمه العظيمه، وانا عارف ان اسقفيه الخدمات كمان بتقدم هذه الخدمه، وعدد كبير من الابرشيات بيقدم الخدمه دي. كلنا كمجتمع محتاجين ان احنا نقف قصاد الوحش اللي اسمه الادمان، لان الشخص المدمن هو شخص مريض، هو شخص مغلوب عليه، هو شخص ضحيه في المجتمع الحقيقه، مش جاني خالص. هخرج لفاصل قصير ونكمل بقى في قرار برنامجكم صباح النور.